بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا رب العالمين. ان شاء الله يا جماعه نتعلم مع بعض النهارده ازاي اخلي اليوزر يقدر يرفع صوره على السيرفر واعرضها له على الصفحه بتاعته من خلال الاي دي. تعال نشوف الموضوع ده ازاي بيحصل نظريا، نشرحها نظري الاول وبعد كده هوري لك تطبيق عملي عليها ونعملها مع بعض خطوه بخطوه. الفكره ان اليوزر قاعد دلوقتي على الجهاز بتاعه، ده الجهاز بتاع الكلاينت بتاعك. طيب وبعدين ده السيرفر بتاعك اهو، واليوزر فتح البرنامج بتاعك من خلال البراوزر. دلوقتي اليوزر وهو قاعد عايز يرفع صورة، في عنده صورة اهي، الصورة دي عايز يرفعها عنده، تمام، عايز ياخدها من عنده من خلال البرنامج بتاعك، يحطها في البرنامج، يوم البرنامج واخدها حاططها على السيرفر. وبعدين يبقى دي اول خطوه، اللي انا اخلي اليوزر ياخد الصوره بتاعته من خلال البرنامج بتاعي ويرفعها على السيرفر. طيب وبعدين بس كده؟ لا، ما هو رفعها عايز يشوفها بقى، يبقى دي الخطوه الثانيه. ايه الخطوه الثانيه؟ الخطوه الثانيه اللي انا اجيب الصوره اللي اليوزر رفعها، ودي الخطوه رقم 2، اللي انا اخد الصوره اللي بعد ما اتحطت هنا اخدها اعرضها لليوزر بتاعي برضو من خلال البرنامج بتاعي. حاجه زي دي اعملها ازاي؟ قبل ما اقول لك اعملها ازاي، دلوقتي في حاجه مهمه جدا. دلوقتي اول حاجه اللي انت لازم تعمل ابلود، حلو، يبقى الصوره عندك لازم تتخزن على السيرفر. فين على السيرفر؟ فانا اكيد هعمل فولدر، الفولدر ده انا هاخد فيه الصور بتاعت الايه، بتاعت اليوزر. الفولدر ده انا عامله فين؟ عامله على السي، عامله على السي مثلا اتش ار ايمجز. طبعا الفولدر زي ما انت شايف كده الفولدر فاضي، ما فيش فيه حاجه خالص. امال مين اللي هيحط فيه؟ اللي هيحط فيه هو اليوزر، هاخد منه الصوره احطها في الفولدر واعرضها له على الصفحه بتاعته، كل ده من خلال الاي دي اف. بعد ما فهمنا الفكره تعالى اوري لك التطبيق ده عمليا شغال ازاي. انا عامل صفحه، الكلام ده هنعمله مع بعض خطوه بخطوه، ولكن انا عايز اوري لك الشكل النهائي هيبقى عامل ازاي. انا عامل صفحه اهي، الصفحه دي اسمها ايمج بيج، تمام، عامل فيها بيانات اليوزر، انا شغال على جدول الام بتاع الموظفين، رقم الموظف، اسمه، الوظيفه بتاعته، المرتب، الكوميشن بتاعه، رقم الاداره، وحاطط ايه الايمج بتاعته. ده ايمج ايكون هنعملها مع بعض دلوقتي حالا. طيب انا لما اعمل رن فانا محتاج ان انا ارفع، اخلي اليوزر يعمل ايه، براوز للهارد ديسك بتاعه ويختار الصوره بتاعته، ده من خلال حاجه اسمها الانبوت فايل. الانبوت فايل ده هنشوفه مع بعض دلوقتي، هنستخدمه مع بعض. وبعدين عامل له زرار ابلود ايمج علشان يقدر يرفع الصوره من خلاله. تعال نشوف البرنامج لو اتعمل له رن ايه اللي يحصل. ادي البرنامج اهو بعد ما فتح، ادي الانبوت فايل اللي انا بتكلم عليه، فاقدر اليوزر يقدر يضغط على تصفح يعرض له الهارد ديسك بتاعه ويختار الصوره بتاعته اللي هو عايزها، وليكن هذه الصوره لهذا الموظف. طيب وبعدين اقول له اوبن، هيقول اوبن، مسار الصوره اتحط هنا. وبعدين هيضغط على زرار ابلود. زرار ابلود ده الغرض منه ايه؟ اللي هو ياخد الصوره من عند الكلاينت ويحطها على السيرفر في هذا الفولدر. تعال نشوف الكلام ده هيحصل ولا لا. اول ما يتك ابلود فهو كده ضغط على زرار ابلود، المفروض الصوره هتروح على فين؟ على الفولدر، وبعد كده يعرض له الصوره بتاعت الموظف. يبقى هذه الصوره اتحطت باسم هذا الموظف. طيب حاجه زي دي لو هو مثلا عمل نيكست ففي موظف تاني وهكذا يجيب له الصوره بتاعته، لو رجع تاني بريفيوس يجيب له الموظف بالصوره بتاعته. فانا عايز اليوزر يقدر يعمل حاجه زي دي. مبدئيا هي الصوره اترفعت فين؟ زي ما قلنا اتحطت اهي لليوزر، ده الصوره اللي اليوزر اختارها، تمام، اتحطت فين؟ على السيرفر، على البارتيشن او الفولدر اللي اسمه اتش ار ايمجز. طيب تعال نشوف الموضوع ده هيمشي ازاي. مبدئيا انا هروح على الداتابيز، اعمل ايه؟ اعمل جدول الموظفين بتوعك عادي جدا. فانا والله هروح دلوقتي على الداتابيز واعمل الجدول بتاعك ونشوف الجدول، ولو مش موجود نعمله، ودي اول خطوه. هروح من خلال الداتا بيز نافيجيتور واروح اعمل كونكشن على السكيما بتاعتي. السكيما بتاعتي مثلا وليكن اسمها سكوت كونكشن، دي اسم الكونكشن بتاعك، والسكيما اسمها سكوت، والباسورد تايجر، واسم الداتا بيز او ار سي ال.
طبعا على اللوكال هوست. تيست سكسس. اوكي عمل لك الكونكشن اهي. ادي سكوت كونكشن. يفتح لك الشيت بتاعك ممكن تكتب فيه الاوامر اللي انت عايزها. انا هشوف الجدول موجود عشان لو مش موجود اعمل جدول امبلي اهو. جدول الامب اهو لو انا فتحته هجيب لي كل الاعمده بتاعته الامب نمبر والاي نيم والجوب كل دي الاعمده ودي البيانات بتاعته قدامي اهي. دي بيانات الموظفين. انت دلوقتي عشان تخزن صور على السيرفر قدامك حل من اثنين، يا اما زي ما احنا عملنا كده ترفع الصور وتحطها على الهارد ديسك، يا اما ان انت تحط الصوره جوه الداتابيز. فانت عندك حلين، يا اما تحط الصوره بره يا اما تحطها جوه الداتابيز. طبعا واحد يقول لي يا باشمهندس طب ما انت لما تحط الصوره جوه الداتابيز طب ما هو كده الحجم بتاع الداتابيز هيكبر. طبعا انت لما تحط الصور جوه الداتابيز حجم الداتابيز هيكبر جدا، ولكن الموضوع ده بتستخدمه لو هي مور سكيور. لكن انا اميل للطريقه الاولانيه ان انت تحط الصور بره على الهارد ديسك عشان حجم الداتابيز بتاعك هيبقى كبير جدا، خصوصا لو الصور كتير وعدد الموظفين كتير هتبقى مشكله والداتابيز بتاعتك هتبقى كبيره جدا. طيب فانت هتلاحظ انا مش عامل عمود في ايه في إيه الصور، لكن لو انا عايز اعمل هروح اخلي العمود نوعه باينري لارج اوبجكت. ازاي؟ اقول تاني دلوقتي انت لو انت عايز تخزن الصوره جوه الداتابيز وده موضوع هيبقى مرهق جدا للداتابيز لان حجمها هيبقى كبير جدا. نعمله ازاي؟ هنعمل عمود جديد كولوم اد واقول له مثلا اعمل لي عمود اسمه ايمج. طب العمود ده نوعه ايه؟ بيقولوا عليه باينري لارج اوبجكت بي لوج باينري لارج اوبجكت. استطيع ان انا اخزن فيه الاصفار والوحايد بتاعت مين؟ بتاعت الصوره بتاعتي. وفي الحاله دي الصوره هتتخزن جوه الداتابيز وهتبقى مشكله كبيره جدا. طبعا انت لو قلت له اد هيضيف لك العمود بتاعك الايمج طبعا كلها نل لان انت ما انتش مخزن ولا صوره. لكن احنا مش هنلجا لهذه الطريقه، انا هخزن الصوره بره وهربطها بمين؟ بالاسم بتاع الموظف، ويبقى ده افضل عشان الصور تتخزن على الهارد ديسك. تعال شوف الموضوع هيمشي ازاي. انا هروح اعمل ابلكيشن جديد نيو ابلكيشن هسميه مثلا ايمج اي دي اف. هقول له نيكست نيكست فينش. وبعدين تعال نعمل اول صفحه البيج بتاعتك اهي جي اس اف جي اس اف بيج. اوكي والله مثلا اسمها ايمج بيج. وبعدين هل انت محتاج بين؟ مش عارف خلاص مش هعملها وقت ما هعملها وقت ما عاوزها ابقى اعمل. طبعا انت هتكتب كود يبقى انت محتاج بين ولكن مش هنعملها. طيب تاني خطوه المفروض تعمل ايه؟ تروح تعمل كونكشن على الداتا بيس بتاعتك، تعمل ابلكيشن موديول بتاعك احنا عاملين كونكشن. كونكشن بتاعتك اسمها سكوت كونكشن. اوكي احنا محتاجين جدول واحد بس وهو الام. نيكست نيكست. هنحطها في الابلكيشن موديول. طبعا بقى بحط كل حاجه في باكج لوحدها فده موضوع احنا كنا قايلينه قبل كده. فينش. طبعا كلهم اتحطوا في باكج واحده اسمها ايه؟ موديول. طيب كده يبقى انت هنا معاك ايه؟ معاك البيزنس كومبوننت بتاعت جدول الامبلوي اللي انت عايزه. تقدر تروح على الصفحه بتاعتك اللي انت عاملها تعمل ايه؟ اسحب جدول الام
على انه ADF Form Application. مش هحتاج الايمج دي في حاجة، فممكن اشيلها. ودي البيانات كلها ايه، اوكي. هحتاج الكومبوننت اللي من خلاله هيقدر يعمل براوس ويجيب الصورة بتاعته. الكومبوننت ده اسمه ايه؟ اسمه input file اهو، حطه هنا مثلا اهو. وبعدين اجيب مثلا البطن، البطن ده حطه هنا اهو. ده البطن اللي انا هستخدمه علشان يعمل upload للايمج. طيب الصورة هتتعرض فين؟ ده في كومبوننت اسمه الايمج اهو، هاخده احطه فين؟ نحطه بعد الانبوت تكست. اقول لك فين السورس بتاعه؟ يعني ايه الصورة اللي انا هعرضها؟ هقول له مفيش. فهي دي الصورة بتاعه. انت كده ادي البيانات وادي الصوره اللي هتتعرض وادي الكومبوننت اللي هو الانبوت فايل اللي من خلاله هقدر استقبل المسار بتاع الصوره، وده الزرار بتاع الابلود ايمج. طبعا تروح بقى على السي او في اي بارتيشن تحبه عندك، تمام. تعمل فولدر جديد، تعمل فولدر جديد خالص، تمام. سميه بالاسم اللي انت عايزه، انا مسميه اتش ار ايمجز. بعد ما كونت الشكل او اللاي اوت اللي هيظهر لليوزر، محتاج ان انت تعمل ايه بقى؟ تبتدي تبرمج الزرار بتاع مين؟ الابلود ايمج. يبقى عايز اكتب كود على الزرار دون، دبل كليك عليه. هيقول لك مفيش بين، كنت المفروض تعملها من الاول بس انا ما عملتهاش فمش غلط. هقول له نيو. اسم البين ايه؟ هقول له مثلا اسمها ابلود ايمج. طب واسم الكلاس ايه؟ upload image. الباكج ممكن مثلا نحطها في باكج اسمها beans. طيب وفي الريكوست مفيش مشكلة، اوكي. طب الميثود اسمها ايه بتاعت البطن؟ هنسميها مثلا upload upload action، اوكي. كده عمل لك الميثود. الميثود دي اللي هتتنفذ لو الزرار بتاع upload اشتغل. المفروض هنا هتكتب ايه؟ هنا هتكتب الابلود كود. الكود اللي هيتكتب هنا هو الكود اللي هيتنفذ علشان يعمل upload. يعني ايه؟ ياخد الصوره من عند الكلاينت ويحطها على السيرفر، او معنى اصح في الفولدر اللي احنا عاملينه على السيرفر. طب ما هو انا المفروض دلوقتي علشان اعمل ابلود، اول حاجه مبدئيا اخد المسار بتاع الصوره اللي اليوزر دخله. ازاي؟ من خلال الكومبوننت اللي هو بتاع الانبوت فايل. طب ازاي اخد المسار اللي موجود هنا؟ بالظبط. سامع واحد بيقول لي ايه؟ بيقول لي يا باشمهندس لما نيجي نعرف متغير، متغير مثلا سترينج عشان اخد الايه؟ المسار. لا، المتغير اللي بيتربط دي الانبوت فايل ما بيبقاش سترينج، امال بيبقى نوعه ابلودد، ابلودد فايل اهو. هنسميه مثلا فايل ونعمل ستر وجيتر لو. انت كده عملت له الستر والجيتر. المفروض بقى ان انا اعمل ايه؟ اخد الصوره من عند الكلاينت واحطها على السيرفر. طيب ما هي الصوره اللي عند الكلاينت اسمها مثلا، وليكن الصوره اللي عند الكلاينت اسمها مثلا اكس دوت جي بي جي مثلا، جي بي جي ما اي حاجه. طيب انا اللي هاخدها ايه؟ هغير اسمها واخليها بنفس اسم الموظف عشان تبقى هذه الصوره بتاعت هذا الموظف. طيب ازاي؟ فانا مبدئيا قبل ما اخد الصوره انا محتاج اجيب الاسم الموظف اللي اليوزر واقف عليه. ازاي؟ تعالى
نجيبه من خلال ميثود اسمها ايه؟ get current employee. حط هنا ميثود، الميثود دي اسمها get current employee، انا اللي هعملها، ميثود جديده. نعمل بس امبورت الاول. بقول له الميثود دي هترجع لك بسترينج اللي هو اسم الموظف اللي اليوزر واقف عليه. فطبعا الكود ده هو بيجيب لك ايه ده الباند كونتينر، بروح اتكلم مع الايتريتور بقول له ايه، بقول له الايتريتور هات لي الكرنت رو اللي اليوزر واقف عليه. الايتريتور ده جبت اسمه منين؟ من هنا من البيج ديفينيشن. اه ده اسم الايتريتور بتاعك اهون، كنترول سي ممكن تاخده كوبي وبيست عشان ما يبقاش فيه لخبطه في الايه في الاسماء، وتحطها هنا. نجيب البايند كونتينر الاول، وبعد كده بقول له ايه، بقول له الالتريتور هات لي الصف الحالي اللي اليوزر واقف عليه، وبعد كده من خلاله بقول له هات لي الاتريبيوت اللي اسمه الاي نيم. يبقى انت كده جبت المتغير بتاعك اللي هو الاي نيم اللي اليوزر واقف عليه، ارجع بيه. يبقى انا دلوقتي معايا مثلا ابراهيم، ده اسم الموظف اللي اليوزر واقف عليه، فانا محتاجه علشان اخلي اسم الصوره بنفس اسم الموظف. ازاي بقى؟ تعالى نعمل عمليه الابلود، وده كود ستاندرد نفهمه مع بعض، تضيفه في اللايبراري بتاعتك عشان يبقى معاك. ده الكود بتاع الابلود. حط كوبي وبيست. نعمل الامبورتات بتاعتنا كده، مفيش مشكلة، نظبط الكود بتاعنا. هنا في الكود ده انا قلت له ايه؟ قلت له اعمل لي متغير اسمه image folder، ده الفولدر بتاعك اللي هو على السي hr.images. طيب وبعدين ده حطيته متغير string، وبعدين عملت ايه؟ عملت object من الكلاس file حطيت فيها اسم الايه؟ اسم الفولدر. يبقى هذا الاوبجكت هو المسؤول عن هذا الفولدر. وبعدين عايز بقى اسم الايه؟ اسم الايمج، فهي دي اسم الصوره الجديد اللي هيبقى مثلا ابراهيم دوت جي بي جي او بي ان جي زي ما انت عايز. فهو اليوزر اختار اي اسم اي صوره، فانا هغير اسم الصوره، هخليها ايه بقى؟ هخليه ده الفولدر اللي فيه الصوره دي اول حاجه. طيب وبعدين هغير بقى اسمها ايه بقى؟ جيت كارنت امب، هات لي اسم الموظف والزق جنب منه الامتداد اللي اسمه بي ان جي. يعني لو هو واقف، لو هو واقف على موظف اسمه ابراهيم، فهيبقى المسار اول حاجه سي، هيبقى كده، هيبقى هذا المتغير شكله عامل كده، هيبقى كده اهو في الواقع بقى، هيبقى سي ايوه، وبعد كده ابراهيم دوت بي ان جي. ده مسار الصوره النهائي، ده لو هو واقف على يوزر او واقف على موظف اسمه ابراهيم. ايمج فولدر اهي، هيلزق جنب منها اسم الموظف اللي هو واقف عليه اهو، زائد اسم الصوره او الامتداد بتاع الصوره اهو. طيب وبعدين هقول له بقى ايه؟ هات لي انبوت ستريم بتاعتها. طبعا ده في الانبوت اوتبوت بتاع الجافا، فانا هقول له ايه؟ هات لي انبوت ستريم علشان اقدر اكتب الفايل ده اصفار وحي. طيب وبعدين جيت فايل، هات لي الفايل اهو، ده طبعا عملت له ستر وغتر لهذا الفايل. بقول له ايه؟ هات لي الفايل، هات لي، وبعد كده هات لي الانبوت ستريم بتاعه الاوبجكت المسؤول ان هو يقرا اصفار وحايب من هذا الفايل. وبعدين ده الاوبجكت ده الفعل اوتبوت ستريم اللي انا من خلاله هاخد الصوره واكتبها. يبقى انت محتاج تقرا، والقرايه هو المسؤول عنها هذا الاوبجكت. هقرا هذا الفايل اصفار وحايب. طيب وبعدين لما اقرا هعمل فيه ايه؟ هكتبه. طيب مين الاوبجكت المسؤول عن الكتابه؟ اوبجكت اسمه فايل اوتبوت ستريم.
وادي له اسم الايه، اسم الصوره اهو نيو ايمج فايل، اقول له بقى ايه لو سمحت روح اكتب الصوره في هذا المكان. طيب هيروح بقى يعمل ايه؟ ياخد الصوره اللي هو اراها يكتبها في هذا المسار. طيب وبعدين طبعا ده ايه، ده موضوع بيقرا البفر، بيقرا ايه اصفار وحايد تمام بمقدار معين. بايثون عامل اري مثلا ب 800 ب 8192 وهياخد ايه بايت بايت ينقله واحده واحده. وبعد كده عملت متغير بايت سريد علشان لو وصل لسالب واحد يعني ما عادش فيه خلاص اللوب تقف. طيب ازاي يقرا؟ هقول له يا انبوت ستريم، هو ده الاوبجكت المسؤول عن القرايه، اقول له ريد، ريد ايه؟ ريد كل مره بهذا المقدار، فيقعد يقرا جوه اللوب لحد لما هذا المتغير يوصل لسالب واحد، معنى اللي هو وصل لسالب واحد يعني الصوره ما عادش فيها حاجه. طيب لما يقرا ازاي هيكتب؟ هقول له يا اوبوت ستريم، هو الاوبجكت زي ما قلنا المسؤول عن الكتابه، دوت رايت، اقرا، اقرا فين؟ اقرا اقرا من البفر، اقرا من البفر وحطه هنا. طيب مع كل مره يبدا منين؟ يبدا من مكان ما هو واقف، يعني الصوره ياخدها حته حته عشان ما يرجعش ياخد من الاول، اقول له كل مره خد من مكان ما انت واقف في الاول. وبعدين خلاص هيكتب في المسار اللي انت عايزه، بعد كده اقول له فلاش وكلوز تمام، وبعد كده اقول له ارجع بنل علشان يفضل في نفس الصفحه. ده الكود الستاندرد بتاع مين؟ بتاع الابلود فايل. دلوقتي انا لو عملت رن ونجرب، قدامك اهي اليوزر هيضغط تصفح، يختار الصوره اللي هو عايزها، اهي، ويقول اوبن، ويقول ابلود. طيب هو لما عمل ابلود ما عرفش الصوره ليه؟ ما قلتلوش يعرض، ما قلتلوش يعرض. طيب هل هي اتنقلت على الفولدر؟ تعال نشوف اول، مش هتلاقيها اتنقلت. ليه؟ يبقى اكيد انت ناسي خطوه. ايوه فعلا احنا ناسيين خطوه. ايه؟ مش انت قلت له دلوقتي هات لي الفايل، هات لي الفايل اللي اليوزر دخله. طيب الفايل ده هيخش فين او المسار ده هيخش فين؟ هيخش في الفايل اللي اسمه في المتغير اللي اسمه فايل. طيب وهل انت ربطت هذا المتغير بهذا العنصر؟ طبعا لا، صح ولا لا؟ طيب نربطه ازاي؟ زي ما احنا متعودين مع بعض وخصائص بتاعته في الفاليو نربطه بالمتغير اللي اسمه فايل. طب ابلود ايمج والمتغير اللي اسمه فايل ونقول اوكي. كده تبقى العمليه عمليه مكتمله. نقول له سيف ونقول له رن مره اخرى ونشوف. كده قدامنا اهو، ادي الصورة قول له اوبن، ادي المسار بتاع الصورة، لما يضغط ابلود تعال نشوف مع بعض الفولدر هنلاقي فعلا الصورة اتحطت فين؟ اتحطت في الفولدر بتاعنا. كده عمليه الابلود تمت بنجاح. لسه ايه بقى؟ لسه ان انا اعرض الصوره اللي اليوزر اختارها. انا حاطط هنا كومبوننت خاص بالايمج وعشان انا ما عرضتش فيه الصوره فهو مش ظاهر. طيب ازاي بقى اقدر اعرض الصوره بتاعتي؟ فدي الخطوه رقم 2 زي ما احنا قلنا في النظري. ازاي تعرض؟ دي الخطوه اللي ناقصه لسه. ازاي هعرض الصوره رقم 2؟ قال لك هعرضها من خلال حاجة اسمها السيرفلت. فأنا هعمل سيرفلت تعمل إيه؟ تروح تقرأ
الصورة من الفولدر اللي احنا عملنا فيه ابلود وتعرضه لي على الكومبوننت اللي هو اسمه الايمج كومبوننت. طيب خطوة خطوة كده تعالى نعملها. واحد دلوقتي يقول لي يا باشمهندس طب يعني ازاي الايمج هتجيب الصورة وتعرضها؟ طيب اصبر عليا خطوة خطوة. انا دلوقتي هعمل سيرفلت نيو سيرفلت HTTP سيرفلت سميها مثلا وليكن شو ايمج. عارف ان في 100 سؤال دلوقتي إيه ازاي السيرفلت هتعرض الصوره؟ طيب وازاي هتاخد الصوره وتعرضها لي؟ وازاي هتقراها؟ اصبر بس على وازاي هتديها للايمج كومبوننت. تعال نشوف ونعمل باكج اسمها سيرفلت وهنعمل اوفررايد لمين؟ للدوجت. اوكي نيكست ناخد اليو ار ال اهو نيكست فينش. دي مين؟ ده الدوجت بتاع السيرفلت بتاعتك. طبعا السيرفلت هتشتغل والمفروض اللي هي هتبعت ايه؟ هتبعت الناتج الريسبونس صح ولا لا؟ الريسبونس ده انت لو قدرت تحط فيه الصوره يبقى اذا الصوره دي هتتحط فين؟ عند العميل صح ولا لا؟ على البراوزر. طيب ايه رايك؟ اقول تاني خطوه خطوه. انت دلوقتي المفروض ايه اللي دلوقتي السيرفلت الطبيعيه جدا اهي دي سيرفلت جميل. اليوزر لما ينادي عليها ويبعت لها ريكوست حلو اذا عشان ترد عليه لازم تبعت له الحاجه فين؟ في الريسبونس صح ولا لا؟ مفيش كلام جديد في الموضوع ده. انا ببعت لها ريكوست هي ترد عليا بالحاجه اللي انا عايزها وتبعتها لي فين؟ في الريسبونس. طيب ايه رايك ان انا استغل السيرفلت دي ازاي؟ ان انا ما خليش الريسبونس يروح لليوزر فيظهر له على البراوزر على طول. امال اخد الريسبونس ده واحطه فين؟ في الايمج. يبقى إذن أول حاجة أخلي السيرفلت تقرأ الصورة. أولا تقرأ الصورة. طيب هي قرأت الصورة خلاص المفروض بقى تبعتها لليوزر بقى على البراوزر. لا أمال هاخد الصورة وأحطها فين؟ وأحطها في الإيمج كومبوننت. فالإيمج كومبوننت هو اللي يعرضها لمين؟ لليوزر. حاجة زي دي أقدر أعملها إزاي؟ مبدئيا عشان أخد الحاجة من السيرفلت قبل ما أقرأ. ازاي اخد الحاجه من السيرفلت؟ هروح على مين؟ هروح على الايمج كومبوننت اهو واروح على الخصائص بتاعته. مش ده السورس؟ مش الصوره اللي انت حاططها هنا هي دي اللي هتتعرض؟ ايوه خلاص. روح نادي على مين؟ روح نادي على السيرفلت قول له النبي يبقى خد الصوره يبقى خد المصدر بتاعك منين؟ من السيرفلت. حلو جدا خلاص. يبقى اذا اقول كمان الحته دي ممكن تبقى جديده عليك ايه؟ ان انا السيرفلت الطبيعيه ببعت لها ريكوست يبعت لي الريسبونس. لا انا هاخد ايه؟ هاخد الصوره اللي في الريسبونس واحطها في الايمج كومبوننت عشان الايمج كومبوننت هو اللي يعرضها لي. ازاي؟ هروح في الخاصيه بتاعك السورس واحط فيها مين؟ واحط فيها مين؟ ها اي بالظبط السيرفلت بتاعتك. طيب وبعدين خلاص ناقص بس ان انت تخلي السيرفلت بتاعتك تقرا منين؟ تقرا الايه؟ تقرا الصوره بتاعتك. ازاي؟ اهي ده برضو كود ستاندرد اهو مفيش فيه مشكله خالص. هتضيفه لللايبراري بتاعتك معاك اهو. وبعدين نعمل اعمل بس ايه؟ انبوت نعمل امبورت اهو. دلوقتي انا عملت ايه؟ قلت له عرفت متغير اسمه الايمج نيم ده متغير سترينج عادي جدا كلها ريكوست. نعم هات البارامتر اللي اسمه ايمج نيم اسم الصوره اسم الايه؟ الصوره. يبقى لازم والسيرفلت شغاله لازم البارامتر ده يبقى له قيمه.
صح ولا لا؟ اللي هو اسم الصورة اللي هي اسم الموظف، صح ولا لا؟ خد بالك من النقطة دي، انا مسمي الصورة بنفس اسم الموظف اهو، اسمه اسم اسم بالظبط، اي خد اسم الموظف بنفس اسم الصورة. طيب وبعدين يبقى انا لازم ابعت له هنا اسم الصورة اللي هي اسم الموظف. طيب وبعدين خلاص هيقول له يا ريسبونس جيت اوتبوت ستريم عشان احط الصورة جوه الريسبونس، تمام؟ فبعمل اوبجكت، هذا الاوبجكت هو المسؤول ان هو ياخد الصورة ويكتبها جوه مين؟ جوه الريسبونس. طيب فين الايمج؟ الايمج موجودة جوه هذا الفولدر الايمج نيم اللي هي ايه؟ اللي هو اسم الموظف اللي هو ده اهو، تمام؟ دوت بي ان جي. وبعد كده تعمل الفايل، تعمل اوبجكت من الكلاس فايل مسؤول عن الصورة علشان نقدر ايه نكتبها. طيب ازاي تقدر ترسم الصورة؟ من خلال كلاس اسمها ايمج انبوت اوت، هقول له ريد اقرا، يقرا منين؟ يقرا الصورة اللي موجودة فين؟ جوه الايمج فايل. وبعدين من خلال برضو الانبوت اوت، الايمج انبوت اوت، اقدر ان انا اكتبها، اقول له خد من هنا وودي فين؟ في الاوتبوت اللي احنا معرفين. طيب وبعدين ممكن تغير امتداد الصوره، تقول مثلا جي بي جي او بي ان جي زي ما انت عايز. وبعد كده تقفل ايه؟ تقفل الاوتبوت ستريم بتاعتك. بكده يبقى انت كده تقدر تعرض الصوره بتاعتك. بس خد بالك ايه؟ ناقص لك حته واحده، لو كده مش هيشتغل. ليه؟ لان البارامتر مش هيبقى له قيمه. يبقى انت لازم تبعت القيمه للبارامتر. ازاي؟ البارامتر ده اللي هو اسم الصوره اللي انا عامله على انه اسم الموظف، يبقى انا لازم ابعت له اسم الموظف. ازاي؟ اهي هاجي اهو، نروح على الصوره، هقول له ايه بقى؟ وانت بتنادي على السيرفلت ابعت لها قيمه البارامتر. قيمه البارامتر اللي اسمه ايه؟ انا مسميه اي ام نيم، ايمج نيم. اهي نقول له بارامتر القيمه بتاعته بتساوي ايه؟ ها بتساوي اسم الموظف. طب ما هو اسم الموظف اهو، صح ولا لا؟ اهي ادي اسم الموظف، الفاليو بتاعته اهي من خلال اكسبريشن لانجويج، اخدها واروح على البارامتر واقول له القيمه بتاعتك اهي، بتاعت مين؟ قيمه الانبوت تكست بتاع الاي نيم اللي هو اسم الموظف. كده يبقى قيمه هذا البارامتر هتروح بمين؟ باسم الموظف اللي اليوزر واقف عليه، وده اللي انا عايزه. طيب نجرب كده ونشوف مع بعض ونعمل رن. بص اول ما الصفحه هتفتح اللي هيحصل، كنت مدخل ايه؟ صوره للاول موظف، هيعرض لك الصوره على طول. طيب لو قلت نيكست، ثاني موظف مالوش صوره، فممكن تدخل له صوره. اي صوره بقى؟ اي صورة؟ هذه مسار الصورة، واقول له ابلود. كده الصورة هتترفع ويعرض لك الصورة اهي، وفعلا هتلاقيها ان هي عمل لها ابلود اهي، هذه الصورة الثانية اهي. وبكده يقدر المستخدم لو عمل previous، هذه اول صورة للموظف، ودي لو عمل next دي الصورة الثانية، وهكذا. بكده يبقى انت نجحت ان انت تعمل ابلكيشن لليوزر يقدر من خلاله اللي هو يعمل ابلود للايمج ويخزنها على السيرفر وقت ما يعوزها يعرضها. واتمنى ان انا اكون وصلت المعلومه بشكل كويس، وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.